من عام 2011 شكلت مصر وجهة رئيسية للاجئين اللي بيعيش مئات الألاف منهم حالياً على أراضيها. ولحسن الحظ قدر كتار من هدول اللاجئين يصنعوا قصص نجاح مميزة، ومنهم المدرسة هنادي بشير. أنا اسمي هنادي محمد بشير شنار، غير متزوجة، بقالنا تقريباً بمصر 10 سنين. نحن قاعدين هلأ بستة أكتوبر، وتقريباً يعني صرنا فترة 10 سنين موجودين هنا إن شاء الله. إحنا جينا على مصر تقريباً بعام 2013. بصراحة كان الوضع عنا يعني إنه نحن جايين شهرين ونشوف الوضع هون وبعدين نرجع، كان في لنا أقارب هون جايين فترة من الزمن ونرجع، ولكن للأسف يعني الوضع ما كان بيسمح إنه نرجع وضع بيتنا وهيك، فما قدرنا نرجع وضلينا موجودين بمصر. وبما إنها مدرسة بقيت فكرة التعليم على رأس أولويات هنادي، لكن مو هاد السبب الوحيد يلي خلاها تأسس مركز النور المشرق المتخصص بتعليم الأطفال السوريين بمصر. بدأت فكرة المركز من لسببين. أول سبب أنه كان في عدد كتير كبير من الطلاب بالمدارس المصرية، فكان أنه يكون في إضافة من الطلاب المصر السوريين بالمدارس المصرية يكون عبء كتير، ونحن حابين نكون ضيف خفيف على مصر الحبيبة. مشان هيك كان في لازم نلاقي فكرة لحتى نخفف الضغط تبع الطلاب. والفكرة الثانية أنه في عنا كمان كوادر كتير موجودة وإلى خبرات وما بتقدر تمارس التدريس بالمدارس المصرية، كان انه تشغيل العماله من الكوادر العلميه واللي موجوده هون مشان يكونوا هن اللي يقدروا يعيلوا نفسهم وما يكونوا عبء على المجتمع المصري. ومع خطوه مثل هي ما بيخلى الامر من بعض العقبات. الصعوبات كانت كتير بالبداية، أو أول صعوبة كانت هي إنه في طلاب كانوا متسربين من التعليم، ففي بالبداية إجانا طلاب لهم 3 سنين ما لهم مطلقين التعليم، وفي منهم 2 وفي منهم تعرضوا لصدمات نفسية كتير كبيرة، شافوا كوارث كتير قدامهم، في حتى منهم يعني شافوا زويهم منهم عم يموتوا قدامهم، فكان هذا الموضوع كتير بده بيتطلب جهد من الكادر نفسه، فكان مو بس انه حيكون هو تعليم، حيكون كمان تأهيل نفسي، فهي اول صعوبة كانت. الصعوبة الثانية كانت موضوع الأوراق الرسمية، في كتير من الأطفال اضطروا أهاليهم انه يجوا من دون أي أوراق رسمية أو أي شهادات تثبت انه هن كانوا دارسين أو هيك. وبعد التغلب على الصعوبات بدأ مركز التعليم بالعمل، وحقق القائمون عليه هدفين أساسيين. عدد الطلاب بيختلف من عام لعام، يعني كل عام تقريبا في له عدد طلاب معين، فتقريبا نحن 20 فصل، تقريبا بكل فصل في 20 طفل، ما بين 15 وال20 مشان نكون يعني دقيقين اكثر. بالنسبه لمرحله الكي جي تقريبا 60، لمرحله الابتدائي تقريبا 150، لمرحله الاعدادي تقريبا 75. المركز ساهم بتامين فرص عمل للمدرسين المقيمين بمصر، لأنه عدد الطلاب كان يعني نوعا ما جيد، تقريبا عندنا 20 فصل، فعشرين فصل أكيد بدهم مدرسين وبدهم اختصاصيين وبدهم مشرفات تعليمية، بدهم كمان مشرفات إدارية. وتم الاعتماد على عدد كبير من وسائل وأساليب التعليم العصرية من شان رفع مستوى الطلاب. الوسائل التعليمية كانت الحمد لله كتير. أول شيء كان في عنا الوسائل اللي موجودة أصلاً لتخدم المنهج، اللي هي سواء لوحات أو مجسمة أو عن طريق البروجيكتر أو عن طريق الليجو. إحنا كمان دخلنا موضوع الليجو بالوسائل التعليمية، وحتى عملنا تدريب خاص للمدرسين لإله، وعملنا بعد منه مهرجان سميناه مهرجان الليجو، بالإضافة إلى التعلم النشط، بالإضافة إلى تعلم المجموعات،
كان في وسائل وأساليب، لأنه الوسائل واحدة لا تكفي، لازم يكون في وسائل وأساليب، ودائما الاطلاع على ما هو كل ما هو جديد. يعني جيل متفتح ما شاء الله، جيل الإنترنت، جيل التفكير العميق، فلازم يكون كمان القائمين على تعليم الأطفال يعني متواصلين مع هذا الشيء ومطلعين عليه. فدائما نحاول انه اي وسيله جديده ممكن ان تخدم الفكره او تخدم او تفيد الطلاب انه ندخلها معنا على المركز. حتى الحمد لله احنا عندنا غرفه كامله من الوسائل التعليميه، وحتى في لها مشرفه مختصه هي بتنظم الوسائل وبتوزعها على الفصول كل يوم بيومه. وبيبقى فتح المزيد من المراكز لتعليم الاطفال السوريين بالخارج واحد من أحلام هنادي المرهونة بتحسن الأوضاع الاقتصادية. بالنسبة لافتتاح فروع أخرى طبعاً نتمنى إن شاء الله يعني إنه يكون في عنا فروع تانية، بس الوضع الحالي والأزمة الاقتصادية اللي موجودة تمنع هذا الشيء، مع أنه في موجود أفكار كتير عنا وموجود كتير أنشطة ببالنا ممكن نعملها، موجود كتير مشاريع ممكن أنه ننفذها. الخطط المستقبلية داخل المركز أن نسعى لأفضل ما يمكن، وليس لأفضل فقط ولكن للتميز والإبداع. دائماً شعارنا بالمركز نحو التميز والإبداع. تشعر هنادي بالرضا حيال ما حققوا المركز، وبتواصل سعي لبناء جيل من الطلاب بيملك كل متطلبات النجاح بالمستقبل. بوجه رسالة أول شيء شكر لمصر الحبيبة، لأنه فعلاً هي البلد اللي احتضننا، وفعلاً أنه نحن لما كنا موجودين هون بمصر يعني حسينا أنه نحن موجودين ببلدنا الثاني، ما شعرنا بالغربة. فبوجه لهم شكر كتير كبير، بوجه رسالة لأولياء الأمور أنه دائماً يكونوا معنا إيد بإيد لحتى ننشأ جيل يكون فعلاً جيل التحدي، لأن الظروف اللي مرق فيها غير عادية، الظروف اللي عاش فيها غير عادية، فطبعاً هذا الشيء بده يخليه عنا دافع أكبر وإصرار أكبر إنه هو يكون يقدر يتحدى كل الظروف والصعوبات اللي بده تواجهه. بوجه شكر لكل المعلمين والكوادر المساهمة بإنجاح المركز التعليمي أو أي مركز تعليمي تاني، لأنه هن رسالتهم سامية وهدفهم الأول والأخير هو الطفل. أيام الأبيض والأسود، عبارة بتتردد باستمرار على مسامعنا لما منحكي عن التصوير، وهي مرحلة استمرت عشرات السنوات قبل عصر الديجيتال. بالسبعينات قرر محمد دعدوع دخول عالم التصوير وافتتح استديو بإدلب. تم افتتاح محلي في محل تصوير العبارة أثناء أيام الأسود والأبيض. يوم اللي أسست أنا تصوير الاستوديو ماهر كان عمري 17 سنة، ظليت فيه لانسحبت على الجيش. يعني أنا رحت على العسكري في سن 75 بحرب الاستنزاف. بحرب الاستنزاف رحت على العسكري، خدمت فيها لعام 78، وبعد ما تسرحت من 78 رجعت على محافظة إدلب وأسست فيها محلي اللي هو تصوير المجلة. وبيستعين دعدوع بذكرياته عن مرحلة التصوير بالأبيض والأسود ليعرفنا على الجهد المطلوب لكل صورة. كانت بدايته كاميرات يعني قديمة، وكانت تقنيات أقل من الحداثة يعني، والله سبحانه وتعالى هيئ لها انه كل ما لقينا قطعه دخلت على مجال التصوير جديده كنا نجيبها. بدايه التصوير اللي انا بديت فيها كانت الاسود والابيض، وعملت غرفه المظلمه ونصور ونحمض على العتم، كله كان شغلنا على العتم، الغرفه المظلمه نعبي فيها الفيلم الاسود والابيض،
وقاعدين ناخذ صوره بالشاصي اللي هي المسودي اللي هذول الشاصيات اللي وراي عبي فيه الفيلم طالعون على الغرف المظلمي ونساوي الحمض بالاسود والابيض وكان ان اصابعنا يعرفونا الناس من انه هذا شغله تصوير كانوا يتلونوا باللون الاسود او هيك يعني اللون الحني اي يعرفوا انه هذه مهنه التصوير هذا التصوير تعذبنا فيه بس انتجنا منه وكان فيها جماليه. ولاحقا كانت هنيك نقلة نوعية مثلت بالتصوير الملون وكان دعدوع بالريادة. وبعد اللي دخلنا على مجال التصوير الملون أنا أول ماكينة بتدخل محافظة إدلب إنه يفزموني يشوف الصورة وياخد فيلمه بإيدهم بدون ما حدا يشوف فيها. هاي كانت بادرة ممتازة وصار علينا إقبال زائد. يخطر على بالك إنك تصور أو تتصور أو تحمض أو تشتري شيء تقول المجد. يومها كان الطلب كبير على الصور وكانوا زباين استوديوهات التصوير كتار ومن كل فئات المجتمع. اللي كان عليها طلب دائما هي صورة الطلاب الجامعة. يأخذ له الطالب شيء 20-25 صورة من شان التسجيل الجامعي والسكن الجامعي وطلاب البكالوريا وكمان تصوير الهوية الشخصية تصوير جواز السفر كان كله أداء أسود وأبيض قبل ما يصير ملون وصور كمان لقيد النفوس كله هذا عليه طلب كان ياسة معروفة هو 6x4 بالنسبة للتصوير الناس كمان كان جارنا الأستاذ رياض نعسانغة و حاليا وزير الثقافه كان سابقا وكان جوارنا يعني هو ابوه الشيخ حكمت نعسانغة والشيخ حكمت معلم هذول كلاتهم كانوا من زبائننا وسبحان الله يعني عشنا معهم عمر. وبالثمانينات بدا يسطع نجم الفيديو وبعده عصر الديجيتال زاد الطلب على التصوير الفيديو في عام 85 85 الناس كلها التفتت للفيديو والتفتت للصور في الذكريات على ايام الاعياد يجيبوا اولادهم يلبسوهم ومثلا كل شخص عنده مثلا ولدين ثلاثه الله يحميهم يجيبهم يصور وياهم اللي مع بعضهم يصور الاب والام والولاد يصور مثلا صوره ذكرى يكبرها ياس 20x30 ويحط لها ببرواز ونهدي اياها. بعد التطور دخلت الكاميرا الديجيتال. هوني خلصنا من مرحلة الفيلم. مرحلة الفيلم هو كان بده يصور الفيلم ويجيب الفيلم يحمضه وبعدين ظهر له اياه ويوقف جنب الماكينة. نحن بهالاثناء هذا وقت اللي ظهر الموضوع جبنا ماكينة حديثي جدا. ومع الحرب وتدهور الوضع الاقتصادي تراجع الطلب على التصوير. الحرب تراجع فيها التصوير بشكل زايد ما وقف كمان وقف نهائيا بالنسبه لانه صار الوضع غالي والمعيشه اغلى والزباين يعني ما كانت بقى تفكر انه يعني ما بقى تفكر انه تاخذ صوره ذكرى وتحط قيمتها اليوم مبالغ سعر الصوره. اغلبيه الزباين راحت من بالنسبه لمحافظه ادلب من تهجروا وقل الشغل فيها ما عاد دوائر الدوله تطلب ما بقى في طلبات بالنسبه للتصوير. اصاب الاستديوهات اللي صاب غيره بسبب المعارك. أثناء التحرير اللي بتعرض محلي أنا للقصف وتكسرت الواجهة وانكسر عندي بعض المكانات أغلبية المكانات تأثرت ووقت اللي تركنا المحل انسرق كمان راحنا لابتوبات وراحنا كاميرات يعني تأثرنا كثير. اليوم بيبدي دعدوع رضا عن مسيرته مع التصوير
وبيوثق من خلال ما بيحتوي مستودعه كل مراحل تطور التصوير. ما في شيء إنه كان بنفس ساوي ما سويته، كل شيء يعني كرس كل وقته وكل إمكانياته لهالمواضيع، لأنه هلا لو دخلت عندي على المستودعات القديمة تلاقي شيء ما له عدد قد ما عندي. كل ما لقيت مثلا ماكينة جديدة متطورة أجيبها، كل شيل العتيق وحط جديد. صار لي 50 سنة مؤسس المحل كأنه مبارح بحن عليه يعني، ومثل ما بتقول يعني ولد صغير وربيته وحافظت على زباينه وحافظت على سمعته وحافظت على جمالية صورته، يعني كل الأمور هاي إن شاء الله تكون بميزان حسناتنا. شاب كنت أنا في الجيش الحر، وكنت عم بدرس عم بكمل دراستي لوقت ما تصوبت وانأسرت عند تنظيم داعش. اختلفت حياتي 180 درجة. في أي لحظة ممكن يطالعك يقول لك أنت على القصاص، في بلبسك البدلة البرتقانية وبيطالعك. ممكن هو عم بيسوي لك رعب نفسي، هو ما بدي يذبحك بس ممكن عم بيسوي لك رعب نفسي لحتى لا تحسن تنام، لا تحسن تاكل، لا تحسن تشرب. محمد إسماعيل واحد من آلاف السوريين اللي انخرطوا بالجيش السوري الحر من 2011 وخاضوا معارك ضد تنظيم داعش الإرهابي بعد سيطرته على مناطق واسعة من الشمال السوري. وبوحدة من هاي المعارك تمكن عناصر التنظيم من أسر محمد. اسمي محمد خالد إسماعيل، عمري 28 سنة، من مدينة حلب حي الصاخور. تم اعتقالي لأنه كنا عم نحارب تنظيم داعش وانأسرت في معركة، كنا عم نقاتلهم وانأسرت في معركة في قرية تليلين. تصوبت في القرية وانأسرت ثاني يوم، تصوبت في إيدي، انبترت إيدي وتصوبت عدة إصابات في جسمي، بس ما حسنوا يمسكوني بنفس اليوم. تميت لتاني يوم لحتى مسكوني. في بداية الأمر تحولت أول شيء على المشفى، بعدين تحولت على المحكمة. أثناء ما كنت في المشفى أول ما أسرت قال لهم الدكتور الموجود بالمشفى، قال لهم هذا يعني المصاب أنه وضعه كتير حرج واحتمال يموت، فأقل شيء بده يضل أسبوع بالمشفى يتعالج. فواحد من الموجودين هناك قال لهم لا، حاول قدر الإمكان اليوم تخيط اللي بتحسن تخيطه وتطالع لنا بدنا إياه اليوم. فطلعوني بنفس اليوم اللي مسكوني فيه من المشفى، طلعوني بنفس اليوم تحولت على المحكمة العسكرية عندهم وانحطيت بالمنفردة. ضليت حوالي 8 أيام بالمنفردة. طبعا كان في عدة أسرى موجودين هناك ولكن أنا كنت بمنفردة لحالي موجود فيها. بهال 8 أيام ما حدا يطعميني، أنا ما كنت بحسن أتجلس لأنه كان عندي إصابات في ظهري، فما حدا يقدم لي أكل، إنه يحطوا لي إياه بس تاكل تاكل، ما تاكل أنت حر. والماي نفس الأمر، ما كنت بحسن بشرب، فكنت ألاقي كتير صعبة لأنه ما في لا أي مساعدة وبنفس الوقت ما بحسن أخدم حالي. وبعد اعتقاله اتنقل محمد بين عدد من سجون التنظيم الإرهابي. الوضع الموجود في السجن هناك بتحس حالك يعني بقفص، قفص أسود ما بتشوف النور، ما بتسمع غير أصوات التعذيب، أصوات الضرب، أصوات السجانين وهن عم بتلززوا في تعذيب المعتقلين الموجودين هناك. ضليت حوالي 8 أيام بالمفردة، بعدين تحولت لمهجع، مهجع جماعي، حطوني إنهم مشان يطلعوا علي الموجودين في المهجع. فكل يوم الثاني يبعثوا علي يطالعوني، يلبسوني البدلة البرتقانية إنه أساس إنه أنت خلاص طالع على الإعدام. يعني عيشوني في رعب دائم انه بحس تضل انت دائما مستعد للموت. دامت مدة اعتقالي في سجون داعش 6 أشهر. في هالست أشهر تنقلت انا في 3 مناطق وثلاث سجون في سجون داعش. المنطقة الاولى هي منطقة الباب،
ضليت فيها حوالي 20 يوم. بعدين تحولت على منبج سجن كان يسمى هناك سجن الفندق، ضلينا فيه حوالي شهرين ونص. بعدين باقي المدة قضيتها في سجن الرقة في الملعب حوالي 3 شهور ونص. 6 شهور من العذاب عاش محمد بالسجن لحد ما تم الإفراج عنه. نحن بالسجن ما في شيء اسمه والله إنه بيطلعوك على تفاصيل أو شيء، خلاص أنت موجود بالسجن ولكن مهمش من الحياة، نكرة تعتبر. فصلينا الظهر نحن كشباب موجودين أسرى. بعد ما صليت الظهر غفلت حوالي 10 دقائق، دق علينا الباب، وين محمد إسماعيل؟ قلت لهم أنا موجود. قال جهز حالك، دقيقتين بدك تكون جاهز، بدك تطلع. فالخبر كان مفاجئ وما توقعت إنه هالحكي، إنه فعلا أنا فكرت حالي إنه عم بحلم. فالشباب الموجودين هناك صاروا يدعوني يبوسوني إنه تذكرنا، لا تنسانا، وصل خبر لأهالينا، كل واحد إنه عنده رسالة بده يعني أوصل له إياها. فهداك الوقت تقنت إنه هذا الشيء اللي عم بصير إنه هو فعلا حقيقة. وبطلعته من السجن استعاد محمد حريته، لكن فرحته بقيت ناقصة بسبب إصاباته الجسدية اللي منعته أنه يقوم بكثير من الأعمال. هلأ السجن انتهينا منه ولكن المعاناة مستمرة. أنا تعرضت لأكثر من إصابة في جسدي، وهالإصابات يعني سببت لي ألم، وأنا يعني كمظهر خارجي ما مو مؤثر علي أنه المظهر الخارجي، ولكن الألم اللي بمر فيه هذا اللي بأثر علي أكثر شيء. نظرة الناس اللي ما بتهمني. أبرز أشكال هذه المعاناة أنه عندي ألم في الأعصاب دائماً، أنه بتراود لي أنه الأعصاب لسه موجودة، حركة الإيد موجودة، دائماً بخطر لي أنه بكون عم بشتغل أي شغلة، فأنه بتخيل لي أنه إيدي لسه موجودة، فبحاول أنه أشتغل فيها شغلة تانية، فبتفاجأ أنه بنسى. بعض الإصابات الأخرى يعني مختلف عن حق الجسم، يعني بتسبب شوية ألم، ولكن مع بعض المسكنات بتخف هاي المعاناة. انه في بعض الاعمال ما بحسن بقوم فيها هلا، انه في شغلات اجباري لازم الواحد يكون في عنده ايدتين لحتى يحسن يشتغلها، ولكن انا عم بحاول قدر الامكان اتخطى هذا الحاجز. يعني انه اشتريت ماتور، صرت اتعلم عليه اسوق بايد وحده، صرنا نتعلم نسوق سياره بايد وحده، انه عم بشتغل في مكتبه، وشغلتنا يعني بتحتاج ايدتين، ولكن عم بتخطى هذا الحاجز لحتى أحسس نفسي أنه أنا قادر ومستمر في عملي وبدي أنجح. يعني ما في شيء أنه بيوقفني، حتى لو أنه تصوبت، حتى لو أنه تأذيت، يعني مستمر. الذكريات السيئة بتطاردني من لما طلعت من السجن لحد الآن. يعني أنا بشكل يومي وقت اللي بدي أنام بتمر علي كثير صور في ذاكرتي، كثير بتمر علي أصوات المعتقلين، وكثير بشوفها في نومي أثناء ما كنا نتعذب في السجون، أثناء ما كانوا يفوتوا علينا في نص الليل، أثناء ما كانوا ما يخلونا ننام. فهذه الذكريات يعني بتطاردني بشكل يومي. ومحمد واحد من مئات الأسرى السوريين السابقين لدى داعش اللي ما زالت المعاناة ملازمتهم. سناء أحمد أخصائية نفسية بمشفى الأمراض النفسية بأعزاز. المشاكل النفسية اللي بيعانون منها نجون المعتقلون أو اللي كانوا موجودين عند داعش، هن هدول الأشخاص بالأساس تعرضوا لظروف حياة غير طبيعية أو كانت استثنائية في حياتهم، فهي أكيد غيرت مسار حياتهم بشكل كامل. فهن بالتالي رح ينتج عن هذا الحدث اللي صار بحياتهم، الحدث الاستثنائي، رح ينتج عنه أمراض نفسية، اضطرابات، مشاكل نفسية بشكل عام. من أشياء هاي المشاكل اللي ممكن يواجهوها المعتقلين اللي كانوا موجودين عند داعش، فينا نقول القلق، الاكتئاب، الفوبيا بشكل عام، الاضطراب ما بعد الصدمة. طبعا هدول الأشياء عم بيكونوا موجودين عند أغلب المعتقلين اللي كانوا، بالإضافة لبعض الاضطرابات مثل خلينا نقول الذهان أو الفصام، ثنائي القطب، ممكن حتى وسواس قهري. فهن المعرضين لمشاكل نفسية مختلفة باختلاف الظروف اللي عاشوا فيها، الظروف اللي غير طبيعية. والسؤال المهم،
شو اللي بيحتاجوا أفراد هاي الفئة حتى يتغلبوا على آثار اللي عانوه بالسجون؟ المحررون من سجون داعش هن أكيد بحاجة لدعم نفسي بطريقة أو بأخرى. ممكن يعني هن يتلقوا هذا الدعم إذا كانت الأعراض بسيطة أو خلينا نقول خفيفة متوسطة، ممكن يتلقوا من العائلة، من الأصدقاء، من الأسرة بشكل عام. أما إذا كانت الأعراض شديدة، أعراض واضحة، أعراض ممكن حتى يكون في إزاء لنفسه أو للآخرين يعني، فهو بحاجة أكيد لدعم نفسي يتلقاه من جهات متخصصة، يعني بالإضافة للدعم الاجتماعي ودعم الأسري، فهو بحاجة للدعم المتخصص لحتى أنه يعني يلجأ لطبيب نفسي أو عيادة نفسية يطلب هذا الدعم.